لسه بدري والله يا شهر الصيام. النهارده بنودع الشهر المبارك، ربنا يتقبل منا صيامنا ودعواتنا وصلواتنا وصالح الاعمال، وبعود الايام يا رمضان. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من احنا لبعض. النهارده حلقتنا هيكون ضيفنا فيها فضيله الشيخ ابراهيم الدسوقي، واحد من علماء الازهر الشريف، واللي هيكلمنا عن فضل الصدقه الجاريه ودورها في فك الكروب وشفاء الامراض وتيسير الامور، ودور مؤسسه فعل خير الخيريه في حفر الابار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعده الغير قادرين. زي ما عودناكم على مدار الشهر المبارك، كنا دايما بنختار عنوان. العنوان ده كان يخص حالنا وحياتنا ودنيتنا واحوالنا. النهارده الحكايه يمكن هي قصه في ديننا كده، عايزه ابتدي بيها. سيده ذهبت لسيدنا موسى سالته ان هي ست لم تنجب ونفسها تبقى ام. راحت له مره واتنين، قام سيدنا موسى كلم ربنا وسأله ان الست دي نفسها تبقى ام. فربنا سبحانه وتعالى تجلى على سيدنا موسى وقال له اني كتبتها عاقر. جه سيدنا موسى لما الست جات له تاني راح مكلم ربنا تاني. ربنا سبحانه وتعالى تجلى على موسى وقال له اني كتبتها عاقر. لهنا الموضوع اتقفل. راحت الست دي مشيت، فاتت الايام والسنين، رجعت معاها طفل علقتها. سيدنا موسى عرفها، مين ده؟ قالت له ولدي. قال لها ولدك؟ قالت له نعم ولدي، وهبني الله ولد. راح سيدنا موسى كلم ربنا سبحانه وتعالى بيسأله الست اللي جيت لك بيها يا رب معاها ولد، عطتها لابن. فربنا سبحانه قال له ايه؟ كتبتها عاقر فشكرتني، كتبتها مرة ثانية عاقر فحمدتني، سألتني في رحمتي أعطيتها الولد. شفتوا جمال ديننا وعظمته؟ شفتوا ربنا خلقنا ازاي وعارف كل واحد فينا عنده ايه ومشكلته ايه وامنيته ايه؟ لازم ما نيأس من رحمة الله، فرحمته وسعت كل شيء. رحبوا معايا بمولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي، ودقايق اروع ما تكون، ابقوا معنا. وسهلا بيكم مرة تانية وإحنا لبعض. منورني ومشرفني، ويعني كانت أيام فاتت بسرعة رهيبة، واللهم لك الحمد. ربنا يتقبل منا كل اللي عملناه فيها ويغفر لنا ذنوبنا، اللهم أمين، ويرحمنا برحمته. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة، وأيام طيبة عدت علينا، وأيام طيبة وساعات قليلة أغلى من الذهب باقية علينا في هذا الشهر الفضيل اللي هو نفحة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر فيها الذنوب وأن يستر فيها العيوب وأن يتقبل فيها صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا اللهم فيه من المنفقين، من المنفقين الداعين الذين قد استجاب لهم، اللهم أمين. اللهم امين يا رب العالمين. الله. انا وانت اخترنا نختم النهارده عشان بكره الوقفه بيبقى لينا طقوس واحوال. سيبنا الناس على راحتنا، على راحتهم، واحنا كمان يمكن في طول الشهر موجودين. هتكلم مع حضرتك يمكن في اخر ساعات من الشهر المبارك. ربنا رحمته وسعت كل شيء. نعم سبحانه وتعالى. اخترنا ده النهارده علشان اللي جاي.
ساعات يجي واحد يقول لك انا امنيه حياتي ابني ربنا يشفي، انا امنيه حياتي امي اشوفها واقفه على رجليها تاني زي زمان، تبقى ست لسه متجوزه وفي عز شبابها، تلاقي المرض زارها فجاه، لا قادره تقف في مطبخ ولا قادره تشوف حياتها وتبشر بيتها وولادها، فتسمع زوج وام بيقولوا لك يعني نعمل اي حاجه بس بنتنا ربنا يقومها بالسلامه او زوجتي ترجع وتقوم بالسلامه. الكلام ده بنسمعه كتير يا شيخ ابراهيم في كل وقت، في كل وقت. فرحمته وسعت كل شيء، الست كانت عاقر كلمت نبي الله، في احسن من كده؟ هو وكلم الله موسى تكليما، يعني هو بيجيب الكلام من مصدره الرئيسي ربنا بيتجلى يعني. عليه. صحيح. قول لي بقى، احكي لنا انت بقى ده في ديننا العظيم، وازاي احنا يبقى في يوم من الايام عندنا مش هقول امل في بكره وادخل في التنميه البشريه دي، ولكن هو ديننا كله امل. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي بدأ سورة الحمد بأربعة: الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: ورحمتي سبقت غضبي، والقائل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. ونعم بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل فيما بلغ عن رب العزة قال: خلق الله الرحمة 100 جزء، فأنزل به جزءا واحدا على الأرض، به يتراحم الخلق، وبه ترحم الدابة ألا تطأ وليدها بحافرها، واحتفظ 99 إلى يوم القيامة. ولذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرحمة الباب الواسع: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، أو هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن الرحمة صفة أصيلة من صفات المولى سبحانه وتعالى، ومن صفات نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ومن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فصفة الرحمة صفة متأصلة في المجتمع، إذا ما تعامل بها الناس لا نجد في الطريق سائلا، ولا نجد في الظلمات محروما، ولا نجد في السجون مظلوما، ولا نجد أحدا يتيما مقهورا، ولا نجد سائلا محروما، كل ذلك بصفة الرحمة. فإذا ما تعاملنا بها بقلوبنا قبل أبصارنا، فإذا ما شاهد أحدنا أحدا سائلا لا يقول انه يمثل، يقول ده هو ده بس عامل كده، يقول ده معاه قد كده وعلى جيبه قد كده. قال النبي فيما معناه: لو اتاكم سائل على فرس فلا تردوه، ويكفيه ان الله تعالى جعلك الاعلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، فاعطي لان يدك هي العليا، أعطي لأن يدك هي العليا، وأعطي لأنه ممكن أن يكون من الذين لا يسألون الناس إلحافا، فتقع في المحظور الذي قال فيه مولانا سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فلا تجادل هذه المرأة التي تربي في أيتام وتبيع مناديل في إشارة، منديل في إشارة، صح، اديتها 5 جنيه وهتقف، تعطل الدنيا كلها عشان تاخد 4 جنيه عشان بقيت ال5 جنيه. اجعلها صدقة، واجعلها صدقة وبنيتك، الله سبحانه وتعالى يعطيك عليها الأجر الكثير.
تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الأول ونشوف صداقتنا الأولى فين ونرجع ليكم مرة تانية. ابقوا معنا. والله احنا حمدين ربنا على كده وده خير من ربنا جاي للبلد. والميه والله كانوا محرومين منها المنطقه دي كلها، العزبه كانوا ما يجيبوا الميه حوالي كيلو كده، وما يكروا تريسيكل ما عندهمش حاجه يجيبوا عليها، كانوا يكروا تريسيكل كرايه عشان يجيبوا ميه يشربوا. كتر عليكم الخير، الله يصلح حالكم ويستر ايامكم، كل سنه وانتم طيبين. اما نجيب جركن الميه بجنيهين، ما معناش ان الجنيه ما نجيبوش. الحمد لله الميه حلوه وربنا يحل دنياتكم، الله يجبر بخاطرهم، الله يعودها عليهم بخير ويرحمهم. ألف شكر يا عم ليك، ربنا يجازيكوا خير. كنا بنشيل من بعيد والله يا أمي على راسنا من آخر الدنيا. بئر الوفاء من المرحوم الحاج عبد الهادي الحاج أحمد يعقوب، ابنه عمله له وفاء وبرا له، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لا صراحة ولا المكان اللي أنا جيته كنت متوقع المسافات والمشي اللي أنا مشيته ده كله، طبعا ما كنتش متخيله صراحة يعني. والحمد لله إن احنا يعني بعد ده كله وحسينا إن احنا عملنا يعني حاجة كويسة للناس الطيبة دي. الله يصلح حاله ويخلف عليه ويعوضه ويخلي ولاده. احنا كنا نشرب ميه مره، ميه مالحه، ميه صبر. بص الشارع كان مجفف، بس بسم الله ما شاء الله، دي نعمه من ربنا مش نعمه من العبد، نعمه من ربنا. الله يصلح حاله ويخلي عياله ويهديه ويرضيه على نعمه الخير اللي اداله. شوف الشارع زايط ازاي. امتى هتستجيب لنداء ربنا ونداء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي الله يسقيك من حوض النبي، الله يغفر ذنبك، الله يكشف كربك، الله سبحانه وتعالى وعدك بالجنة. أنا هقول لحضرتك حاجة، يمكن الدقايق دي اللي أنا بقضيها معاك، وخاصة ان في كتير يقول لك خلاص بقى رمضان خلص، العمل عمل، بس في حد بيبقى لما يشوف واحد زي ده شاب زي الورد بيعمل لأبوه. انا عايزة اقول لحضرتك هنا النجاح الحقيقي والنتيجة الحقيقية للأب لأب الوكي كريم. نعم. وهنا العمار الحقيقي في الدنيا والخير اللي فيها للابن زي ده، دي الزرعة الناجحة. يعني الدنيا من غير الفيديو الجميل ده ملهاش تمن. ابننا ربنا يكرمه اللي هو ظهر في الـ في الـ في الفيديو اللي هو عمال يقول انا جيت والمسافات الطويله دي، كان بيقول يعني انا قلت لكم روح انتوا وخلاص وانا واثق فيكم، فاصرينا ان هو يجي لانه هو كان مستعجل الصدقه الجاريه لابوه. بدا بدري صح. حاج احمد عبد الهادي الحاج احمد يعقوب اسمه كده. الحاج احمد عبد الهادي الحاج احمد يعقوب ابنه هو اللي عمل الصدقه دي، وهو اللي كان بيتكلم، ولما جه ما كانش مصدق الحقيقه، يقول بعد كل اللي احنا ماشيناه ده ولقينا الميه في وسط الصحراء دي والناس هيشربوا ميه نظيفه بعد ما كانوش لاقيين ميه، ميه حلوه بعد ما كانت الميه حادقه، يعني موجوده قدامهم بعد ما كانوا بيجيبوها من 2 كيلو و3 كيلو ببلاش بعد ما كانوا بيدفعوا فيها 2 و5 و10 جنيه، لا يبقى فيه هنا سبحان الله العظيم خير ما بعده خير واجر ما بعده اجر. حد ما افتكرش اهله على مدار الشهر المبارك؟ يمكن مشغول، يمكن الدنيا تلهي، يمكن غصب عنه، ولكن نية الخير موجودة. يمكن عمره ما كانش غير بر بأبوه وأمه. ينفع في الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة دي؟ الله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله. يا بني يا حبيبي، أبوك عمل لك كل حاجة، أبوك ما استخسرش فيك حاجة، أبوك عمل لك الكبير والصغير والبعيد والقريب وتعب عشان ترتاح،
شيقي عشان يشوف الابتسامة في وشك، صهر عشان انت تنام كويس، لو كان بيك شوكة او لو كان بيك شوية حرارة قد كده عمره ما كان ينام لا هو ولا امك عشان انت تنام الا ربنا سبحانه وتعالى يشفيك. عملوا لك كل حاجة، باقي دورك باقي ساعات قليلة، ما تحرمش نفسك انك تكون ولد صالح، لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول صدقة جارية للاب وللام شهد لك بالصلاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يصل أجرهن إلى الميت أو ولد صالح يدعو له. يبقى أنت أول ما تحط إيدك في جيبك عشان تطلع الصدقة، إنك تعمل بير، إنك تعمل سهم في مسجد، إنك تعمل وصلة مية، إنك تعمل سهم في بير، سهم في محطة تحلية، اجري عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ابنك يفتكرك في يوم نسيك فيه كل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. والله يا بني إن الصدقة في هذه الساعات أفضل من أيام العمر كله، أفضل من صدقات العمر كله. ولذلك سيدنا داود كفت الميزان تسع السماوات والأرض، كفة الميزان تسع السماوات والأرض تملأها صدقة منك بإخلاص وتتصدق بها لله رب العالمين. ونعم بالله. سعر البير كام يا شيخ إبراهيم؟ عندنا البير بثلاثين ألف جنيه، وصلة المية بثلاث تلاف جنيه، السهم في البير بخمس تلاف جنيه، السهم في محطة التحلية بعشر تلاف جنيه، المحطة كاملة بمية وتسعين ألف جنيه، السهم في المسجد بخمس تلاف جنيه، سهم في السقف بخمس تلاف جنيه. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة ثانية، ابقوا معنا. الله أكبر على الناس الكرام. كل الشارع ده ما فيهوش مية وكلها ناس غلابة على قد حالها. يكتفوكم شر الذل وما تتحوجوش، اوعى تتحوجوا، لا مش عايزاكم تتحوجوا لأي حاجة وخليكم ملاككم. حتى دي بتتعبني مش قادر أبوها. يكتفوكم شر الذل وما تتحوجوش، اوعى تتحوج، لا مش عايزاكم تتحوجوا لأي حاجة وخليكم ملاككم. مش لاقي أكشف، مش لاقي أي حاجة، والحمد لله على الدين اللي ربنا. جوزي ده ضرير ما بيندرش، ضرير مش بيندر يا باشا، واني زي ما انت شايفني بتعالي الكلى بتتعبني، واجني نقصه هنا في صدري والضغط بقى وما اقدرش اخد نفس. ما اعبد عند الله من جبر خاطر. قال العلماء اقرب طريق يوصلك الى الله جبر الخاطر. قال العلماء من عاش جابرا للخواطر أنجاه الله ولو في جوف المخاطر. محتاجين مية عشان المية بعيد عننا، وعايزة سقف بينزل عليا حشرات من السقف، تعابين وعقارب، محتاجين مية، المية بعيد عننا، نتعب على بلدنا، بينزل علينا تعابين فوق، الجو صيف طبعا، والعقارب والحاجات اللي هي الحشرات، احنا عايشين في جبل والميه بعيد عننا، عبال ما بنملى نقله نروح نجيب توك توك ونملى نقله بياخد عليها 50 جنيه. محتاجين حد يعمل لنا ابار ميه عشان يطلع لنا ميه نملى ونشرب منها. مد عشان ربنا يسترك، مد ايدك بالصبر عشان ربنا يسترك، شف كربك مدي عشان ربنا يسترك، عشان ربنا يشفي مرضك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة؟ اللهم أموالكم بزوم الفزع الأكبر يا رب العالمين، واجعل لنا نصيبا من دعاء المساكين. اللهم أمين.
ساعات كتير بنرمي بنفسنا في التهلكة. هبسطها، بنقولها كده عندنا كمصريين، ساعات بنجيب القضية لنفسنا. ساعات بنبقى فاهمين وعارفين أو حتى حاسين إن الطريق ده مش طريقنا وآخرته مش حلوة، أو المشوار ده صعب والحياة هتبقى فيه مش تمام، وبصيرتنا بتلعب دور كبير قوي وبنبقى عارفين ده كويس. تلاقي الشخص مننا زي ما يكون معمي وماشي في طريق ولا مصير ربنا عالم بيه، يجي في وقت من الأوقات يقول يا رب نجيني، يا رب استرني، يا رب استرها عليا، يا رب عديها على خير. طيب واحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ ولا نستثني احد، بنعمل كده يا شيخ ابراهيم؟ صحيح، الشيطان ليه شغل مع ابن ادم، مع كل ابن ادم الا من عصم الله سبحانه وتعالى، وكلنا يخطئ وخير الخطائين التوابون. وربنا سبحانه وتعالى جل شأنه قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. العلاج مش ان انا اقول الله يلعن الشيطان، الله يخرب بيت الشيطان، الله يحرق الشيطان. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الشيطان، ما تلعنش الشيطان، فانه يتعاظم، يكبر بقى ويفتكر نفسه انه حاجة مهمة. طب امال ايه اللي يخليه يخنس ويخسأ؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكيد هيمشي، اكيد هيمشي الشيطان من عندك، وما تخليش الشيطان يسيطر عليك ويشتغل على كل دنياك ويفسد عليك اخرتك. وكن من اولياء الله الصالحين، وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكن من هؤلاء الناس الذين جعل الله الدنيا في أيديهم ولم يجعلها في قلوبهم. وكن من الصوامين القوامين القانتين الصادقين الصابرين المنفقين بالأسحار. هؤلاء الناس يا سيدتي لم يكن للشيطان عليهم سبيل، لأن الشيطان بنفسه قال للمولى سبحانه إلا عبادك منهم المخلصين. هعمل كل حاجة في كل الناس إلا المخلص انا مش هقدر اجي ناحيته. فلما ربنا قال له اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، فكن واثق في نصر الله، وكن واثق في رحمة الله، وما تقولش كل حاجة الشيطان عاوز كده، الشيطان هو اللي عمل كده. فربنا سبحانه وتعالى اداك سلاح بترخيص الهي طلقته لا تخطئ، وهي أن تقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الست دي محتاجة إيه؟ الست دي بدموحها يعني فاضل ساعات. ربنا الحقيقة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. اخر الشهر وداخل عليك عيد انفق، اخر الشهر وداخل عليك عيد انت كده كده هتعيد. واعلم قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليس العيد لمن لبس الجديد لكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. فانفق من مال الله ينفق الله عليك ساعات بل وسويعات، يعني كم ساعة وهتلاقي الله أكبر الله أكبر في كل المساجد وجيه عليك العيد. لكن أنت عيدت على الناس، عيدت على الفقراء، عيدت على المساكين، أنفقت عليهم حتى لما ييجوا يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى يشهدوا لك أنك من المنفقين المخلصين الصادقين المتصدقين الصائمين القائمين. لو شهد لك الفقراء دخلت قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم. وتقول نص يوم مش مشكلة وأنا مش منفق، تعرف نص يوم قد إيه؟ وإن يوما عند ربك
كألف سنة، اليوم عند ربنا بألف سنة، طب يوم القيامة اللي هو نصه قد إيه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب هكلم حضرتك في حاجة، يمكن هندخل بقى على أيام العيد وتظل هي تثير الجدل، ويعني أكيد حضرتك أهلا لها. زيارة المقابر حرام، ما تطلعوش المقابر يا جماعة، نكتفي من قراية الفاتحة من أماكنكم. الرجالة تروح، الستات ما تروحش. هو أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. مع تقدم الزمن والعلم وبقينا عندنا إدراك وفكرة أكبر، معقول هنقف هنا؟ يعني في حد ممكن يقول لك أنا محتاجة أشوف بابا من قريب، هل ده حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. زيارة القبور للرجال والنساء في كل وقت وفي كل حين لا حرج عليها، وأن تذهب المرأة بمحرم في المقابر لأنها أماكن غير مأهولة، فمن الملازم ومن المناسب أن يكون معها رجل حتى يحميها من غوائل هذه الأماكن، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الحارس، فلتحتشم المرأة ولتذهب إلى المقابر في ثياب غير متبرجة وغير كاشفة وغير واصفة، وتذهب إلى المقابر في كل وقت، في كل وقت. حتى القواعد من النساء عليهن زيارة المقابر، حتى الفتيات مع وجود الأب أو وجود الأخ الأكبر يروحوا، حتى فاقدة الزوج أو فاقدة الأب أو فاقدة الأم عليها أن تذهب إلى المقابر، لأنه إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور. لكن زيارة القبور لها آداب، إن اتبعت فلا بأس في أي وقت وفي كل حين. يبقى أنا أروح أزور المقابر، أروح أزور المقابر، لكن من غير المناسب حضرتك. العلماء هنا مشددين عشان حاجة مهمة، هو بيروح يصلي العيد وياخد عربيته وياخد أسرته ويروح يزور المقابر ويروح يسك عليه باب شقته وينام. أيوه. هنا يبقى ده مش عيد، يبقى جعل العيد للأموات. ولم تأخذ الأحياء منه نصف ساعة، فأين دور أختك؟ فين أختك اللي هي موجودة جنبك؟ لا قلت لها كل سنة وانت طيبة، ولا عيدت عليها تليفون، ولا خدت عربيتك زي ما رحت المقابر وزرت اللي هم ميتين، وطبعا هم شافوك وفرحوا بزيارتك، لكن تفرح بزيارتك أختك أكتر. يبقى لو هتروح المقابر يبقى لابد وأن تذهب إلى الأحياء أيضا. أنهي الأول؟ والله دي حاجة بقى أنت وإيه؟ أنت وراحتك فيها. أيوة. تزور الأحياء الأول، تزور المقابر الأول، لكن لازم الاثنين يروحوا في وقت واحد. إذا كان ده موجود يبقى هنا مفيش خلاف. إنما العلماء بيختلفوا إزاي؟ واحد يقول له والله أنا تعبان، أنا هروح وبعدين أزور المقابر وبعدين أجي أنام وآخر النهار أعيد على أخويا. هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه وبنقول، غير اللي السنة 365 يوم اجعله 364 يوم للأموات، كل يوم روح واجعله يوما واحدا او يومان، العيد الصغير والعيد الكبير خلوهم للأحياء. طيب اللي راح واقف على مقابر ابوه او امه، اخوه، زوجته، زوجها، كلام حضرتك في منتهى الامانة، يعني زيارة المقابر رهبة، وانت داخل كده من اول ما بتمشي وبتروح، لينا غاليين رحلوا فبنروح نزورهم، ليها رهبة. فما بنيجي نقف ونقرا الفاتحة، يعني في ظل عائلي كده، كنا مثلا الاقي حد جنبي بيتكلم او بيحكي حاجة، ماليش ان انا اقول لها بتقولي ايه او بتحكي ايه. صحيح. ممكن تكون رحل اختها، رحل امها، مناش نقول ده. ولكن هو انا بينتبني سؤال، هو اللي جوه سمعنا؟ يعني اللي وقف يحكي اللي جوه سمعه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب، دول ناس قاعدين ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم، وبعدين كلمهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: يا أهل القليب،
إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب سيدنا رضي الله عنه: يا رسول الله، أيسمعون ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله إنهم لأسمعوا من كلامي منكم ويردون ولكنكم لا تسمعون. بكلام النبي ده عليه الصلاة والسلام قطع كل كلام مجتهد، بقاش ليك كلام خالص. يبقى الميتين بيسمعوا الزائر وبيردون عليه وبيفرحوا بيه وبيسألوه عن كل ما تركوه في البيت، حتى عن هر البيت. حتى لو المقبرة دي أو التربة دي فيها أكتر من حد. حضرتك بالظبط بالظبط زي استنى يا شيخ ابراهيم، انا عايز اوضح، الله يبعد عني، يعني اوضح سؤالي. جده توفت، معاها خالاتي، معاها جواز خلاني في المقبره دي، وابنه رايحه لاي خاله من الخالات دول توفاه الله، واقفه بتكلم والدتها، اللي جوه المقبره يسمعوا كلام البنت لامها؟ والدتها سامعه وهم سامعين، لكن ما لهمش ان هم يردوا عليها. للأسف الشديد لو انا داخل المقبرة وفيها 10 قرايبي وانا رحت على باب المقبرة وقلت يا ابي رحمة الله عليك، هم اول وانا داخل يهشوا ويبشوا ويقوموا ويضحكوا على اساس ان هو هيسلم عليهم كلهم، ويصدموا لانه تكلم لواحد منهم ورجع. ايوه بالظبط زي ما اكون انا داخل على ناس وقالوا خلاص الشيخ ابراهيم جاي وكلهم وقفوا وانا رحت مسلم على واحد بس وقاعد. ده حتى ما فيهاش لياقة، حتى ما فيهاش لياقة. ولذلك انا دايما اقول لحضرتك، لو انا رحت للمقبرة وقلت السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، عافانا الله وعافاكم واكرمنا واكرمكم، ثم لكم مثل ثواب الفاتحة، لكم كل سكان المقبرة اخدوا ثواب الفتحة، مش تقسموا فيها، كل واحد خد ثواب فتحة كاملة، وابويا منهم خد ثواب فتحة. لو انا قلت لابي مثل ثواب الفتحة، ابويا لوحده هياخد فتحة. فعمموا تقبل دعواتكم. فانا لما اقول اسلم على اهل المقبرة، احنا كنا بنغلط، كل واحد راح للي لازمه. لا، انا اسلم على اهل المقبرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا كل سكان المقبرة انا بسلم عليكم. ولم يخص امه بالدعاء، حتى لانه زارها لوحدها النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليها في طريق عودته الى مكة فاتحا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم انتظروا، وراح النبي صلى الله عليه وسلم وزار امه، ثم جاء بوجه مستبشر، فقالت له ام المؤمنين: يا رسول الله، جئت بوجه غير الوجه الذي خرجت به. فقال: اتدرون اي قبر كنت في زيارته؟ قالوا: الله اعلم. قال: انه قبر امي. ده قبر امي، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام راح وزار قبر امه، ورغم ذلك قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولم يقل السلام عليك يا امي. فانا في زياره المقابر لكل الناس اللي هيروحوا المقابر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون. هنا بقى جماعه يختلفوا، ادعي ولا اقرا قران؟ ادعي ولا اقرا قران؟ دعيت سيصل، قرات قران سيصل. القول الفصل أنه إجماع من الفقهاء القدامى والحداثة بوصول ثواب قراءة القرآن للميت. أخرجت صدقة في الشهر المبارك ورحت زرت بقى ما جيت أيام العيد، شعوره بقى بيها إيه؟ ده بقى زي ما حضرتك بالظبط، أنا بعت الهدية وبعد كده رحت، بعت الهدية وبعد كده انا ايه رايح. بتبقى ليها وقع طيب، بيبقى ليها وقع طيب جدا. هم يستيقظون، هم يشعرون، هم يحسون بك وبآلامك وبفرحك، ويفرحون بالشيء الذي فعلت. وعلى لسان كل اب وكل ام: الحمد لله احنا ربينا
وخلفنا. الله الله، ربنا يجعلنا من اللي بيحمدوا ربنا انهم ربوا وخلفوا. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. قالوا ان اردت ان تبني اي امه من الامم حاول ان تبني الانسان اولا، حاول ان تبني هذا الطفل. هذا الطفل ان بنيته سليما كما فعل الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، اول ما ذهب صلى الله عليه واله وسلم الى المدينه بنى مسجدا. انا محتاجين بير للجيم ومحتاجين حاجه للولاد عشان يقراوا قريب، يعني عشان ايش؟ كتاب وعاوزين حماميت، عاوز حماميت وعاوز الياسه وعاوز سبيكه وعاوز يعني يم وعاوز جم بروح. لكن احنا نريد حاجه كما تقول في الجامعة يقرا ويصلي ويمثل، محتاج جمع، محتاج حماميات، محتاج الياسه، محتاج يعني حاجات كثيره. نحن صبينا وبنينا، بس صبينا عرف الخط يعني راي الوادي، صبينا الخط عاش عندنا هي، عاوزين نتليس وعاوزين نشع وعاوزين بير وعاوزين حماميات وعاوزين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا الأطفال اللي قدامك ده، الأطفال الموجودة قدامك ده، لا تبنى إلا في المساجد. هيتعلموا مكارم الأخلاق، هيتعلموا الصدق، الصدق الحقيقي، هيتعلموا إن الدنيا دي إلى زوال وإلى فناء. فلما تكون الدنيا لزوال وفناء، الإنسان يعمل لما بعد هذه الحياة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لأن الدنيا ستنتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا كانت الدنيا تنتهي، لأنها ما دامت لأحد، لو دامت لأحد لدامت لسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المسجد الذي لا بد أن يكتمل بمجهود حضراتكم، هذا المكان الذي نقف فيه هو المفترض أن يكون فيه منبر تتلى عليه آيات الله. عندما يجلس معهم المعلم ليعلمهم كلام الله سبحانه وتعالى، اسمعوا وعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل ابنه للمعلم ليعلمه القرآن إلا غفر الله للوالد وللولد وللمعلم من قبل أن ينطقها، ما بالكم وأنتم شاركتم في هذا الخير. أنا محتاجين بير للجيم ومحتاجين حاجة للولاد عشان يقرأوا قريب، عشان ايش؟ كتاب وعاوزين حماميات. كملونا الجامعة. المسجد ده محتاج يتجهز كاملة، السهم فيه بكام؟ عملناه أسهم حضرتك، عملنا السهم فيه ب5000 جنيه. والحقيقة أنا يعني الدموع غلبتني الآن كمان، يعني أنا اللي مصور وكنت هناك، بس دلوقتي كأني بشوفه لأول مرة. والولاد يقولوا لهم، بيقولوا لنا كملوا لنا الجامع، هناك قالوا لنا لوحدنا، والنهاردة بيخاطبوا قلوب كل المؤمنين وكل من يعني رآهم ونظر إليهم. هم بذور المستقبل، هم رجال المستقبل، عليهم تقوم الدولة وعليهم يقوم وعليهم عمار المساجد. هؤلاء احنا كلنا ماشيين، احنا كلنا ماشيين. فلما يبتسم ابتسامة رضا، رضا وواثقين في مؤسسة فاعل الخير، واثقين في من يشاهد برنامج حضرتك على اساس ان يقولوا كملوا لنا الجامع، فمن لسانهم هاخد الكلمة دي وبقول لكل السادة المشاهدين والمشاهدات: كملوا الجامع ده. الجامع ده عاوز نجارة، والجامع ده عاوز سيراميك، وعاوز دهان، وعاوز كهرباء، وعاوز سباكة، وعاوز بير، وعاوز منبر، وعاوز فرش، وعاوز فرش يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبى مسجد. أيام طيبة، أيام طيبة اللي احنا فيها، وساعات طيبة اللي احنا فيها. فما تخليش الساعة دي تفوت وانت تحرم نفسك من حتى سهم للمسجد ده. طيب انا دلوقتي حضرتك فاضل ساعات على رمضان، فانا لو تصدقت دلوقتي اخد الاجر في رمضان، رغم ان احنا هنعمل الجامع ده بعد رمضان، اكيد بعد اجازة العيد ان شاء الله رب العالمين، بقول له الله الله على لسان
المعصوم سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المرء خير من عمله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نوى أحدكم بحسنة وعملها كتبت عشرة، وإذا نوى حسنة ولم يعملها كتبت حسنة، فبادروا إلى النية الطيبة وتصدقوا في هذه الأيام سيعطيكم الله تعالى الأجر الكثير. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة في شهر رمضان قال بسبعمية، ما قالش بسبعمية حسنة يا جماعة، ما قالش بسبعمية حسنة، ده قال بسبعمية ضعف. الله أكبر، يعني اضرب 700 في 4، اضرب 700 في 10، اضرب 700 الى ما لا نهايه. ولذلك اختص الله برمضان وبالاجر في رمضان وبالصيام، وقال يا ملائكتي ده مش شغلكم انتوا، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي، الصوم وما يجري فيه من صدقه، الصوم وما يجري فيه من قيام، الصيام وما يجري فيه من صلاة، الصيام وما يجري فيه من قراءة قرآن، الصيام وما يجري فيه من بر وصلة أرحام. كل شهر رمضان من يوم واحد ليوم 30 نحن تحت نظر الله. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله إليكم، ومن ينظر الله إليه لا يعذبه أبدا. فأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا. أنا عاوز الصورة تاخدك وانت بتتصدق وانت بتدي عشان النبي يفرح بيك ويجعل يدك هي اليد العليا. كلمة حضرتك في قصة سيدنا موسى لما أخوه توفى، كان قلقان جدا على أخوه بوضع بني آدم، وكان قلق وزاعر، وفكرة الموت كانت مخوفاه، فرفع ايده لله سبحانه وتعالى ودعا لدعاء وصاه على اخوه. ربنا رد على سيدنا موسى قال له ارزقتهم هم احياء، يعني اكيد هرزقهم، ازاي بقى هعمل معاهم هم لا حول ليهم ولا قوة. اكيد حضرتك عندك الحكاية بقى لو بصينا حضرتك للموت، الموت ربنا سبحانه وتعالى سماه مصيبة، وعلى كل الدرجات وعلى كل الدرجات سماه مصيبة. سيدنا نوح ما حبش ابنه يموت وقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. عشان ربنا يرحم سيدنا نوح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دايما نقول الولد الشاب لما يتجوز لما يموت قبل ما يخش دنيا قبل ما يتجوز يعني نقوله يا خساره يا حرام ده ما دخلش دنيا. لما يتجوز وما يخلفش نقوله يا نهار ابيض يا حرام ده ما شافش عياله. لما عياله يبقوا صغيرين يا حرام ده ما كلش جريوه. لما عياله يكبروا يا حرام ده ما تمتعش بجريوه. طب مين اللي يموت؟ دايما اقول على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء الله تعالى ولله المثل الاعلى بمنشور يقول لأهل منطقة ما بلد ما محافظة ما، منشور يتوزع على كل المحافظة يا سكان هذه المحافظة اختاروا لي 1000 واحد يموت النهاردة منكم، مين اللي هيمسك المنشور ويقراه ويكتب اسم ابوه اسم مش عارف مين اسم حد عزيز عليه؟ عمره ما حد. اذا الله سبحانه وتعالى عمل هذه القضية بيده وحده من أجل أن يظل الميت عزيزا. يعني دايما أقول يعني أنا مثلا جدي رحمة الله عليه كان موجود في البيت، وأبويا كان موجود في البيت، وعمي كان موجود في البيت، كل دول كان عمي متجوز ومخلف وأبويا متجوز ومخلف، وجدي كان متجوز 2 ومخلف، في كل ده في 3 حجرات وصالة اللي هي اسمها فسحة وأوضة فرن، كلنا حفظنا القرآن في هذه الدار التي كانت مبنية باللبن، مبنية باللبن. لو جينا قلنا جيت بقى ابراهيم بقى كبر وعاوز يتجوز وعاوز الأوضة اللي فيها جده، هيعمل ايه؟ يروح يموته، يروح يموته.
عشان هو عاوز ياخد الأوضة، لأن هو خلاص كبر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا لا لا، إلا الموت، إلا الموت سيبوه ليا عشان يتني الميت عزيز. الله، سيبوه ليا عشان تتنكوا تحبوا اللي راح وتتنكوا ترجوا الخير فيه بإذن الله. طلبات حضرتك النهاردة؟ سيبنا سيدنا موسى نرجع له ان شاء الله. ان شاء الله حلقك باذن الله. النهارده احنا عاوزين الحقيقه 100 بير في مطروح و100 بير في المنيا، وعاوزين 200 سقف، وعاوزين 200 وصله ميه، وعاوزين الخمس محطات تحليه. فضل منهم ان شاء الله 2.5، ربنا سبحانه وتعالى يكمل علينا الخير باذن الله رب العالمين. اسمحوا لي بقى تبقى دي الدقايق الأخيرة اللي هنتقابل فيها وإحنا لبعض، ويبقى ده الختام. كان معايا على مدار كام يوم في الشهر المبارك، 30 يوم على مدار الشهر المبارك، علماء مخلصين لوجه الله ما بخلوش علينا أبدا بالمعلومة، كانوا بيكلمونا من قلوبهم، دخلوا قلوبكم وبيوتكم بدون استئذان ونالوا استحسانكم جدا. بشكرك يا شيخ ابراهيم. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والساده المشاهدين بخير. الحقيقه مؤسسه فعل الخير يعني تدين بالفخر والاعتزاز لكل الساده المشاهدين والمشاهدات، وحضرتك في من اوائل الناس اللي هي دايما اقول حضرتك ذكيه جدا، لماحه جدا، بتستخرجي بالاسئله المباغته اللي هي عاوزه اللي قدامك يكون مذاكر جدا، وتستخرجي جواهر العلم من اي حد يقعد معاكي. هنيئا هنيئا لك بعلمك، وهنيئا لك بادبك وبذوقك، وهنيئا لك شهر رمضان، وهنيئا لك بالاستاف اللي موجود، الاستاذ احمد سباعي وكل اخواننا اللي هم موجودين خلف الكاميرا، بكل الاعتزاز والحقيقه والافتخار اتقدم لكل الناس في مؤسسه فعل الخير، من اول مرشد فيهم لاول نقول عليه مندوب، انا بنسميه مرشد الحقيقه لانه هو بيرشد الناس للخير، للكول سنتر في المؤسسه، كل البنات اللي عندنا المتطوعات، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يسترهم وينصرهم ويجبرهم ويوجه لهم التوفيق والقبول دايما باذن الله رب العالمين. شكرا لكل الساده المشاهدين، شكرا لكل اللي ادى ايده لمؤسسه فاعل خير، واحنا مستنيينكم في الكتير عشان بنحبكم. وانا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وكانت فعلا من الدقايق والأوقات اللي كانت بتفوت على مدار اليوم كتير جدا من السادة المشاهدين بعتولي على البيج بتاعتي، احنا ما كناش متخيلين البرنامج بالجمال ده، فأصبحوا من متابعينا وإحنا لبعض. هو أسرانا كمان الشيخ أحمد وهدان، وهو غايب وملائكته حاضرة، عالم ودكتور وفي أدب الدنيا والدين فيه، عم الشيخ عبد الحميد أسرى مكانه، وأقلهم يعني علما وأدبا إبراهيم الدسوقي. يا نهار أبيض، شكرا لكم جميعا. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة. اسمحوا لي بقى أنا أتوجه بالشكر لقناتي صدى البلد، على رأسها أستاذة إلهام أبو الفتح، وأستاذ محمد هاني، وأستاذة هناء السمري، كل أساتذتي الكرام الأفاضل، بشكركم جدا من كل قلبي. كمان لازم أشكر تيم البرنامج الجميل ده، هبدأ بأستاذ أحمد سامي وهو شريك مشوار، بقوله شكرا جدا. كمان ما يمكن كنت محظوظة قوي قوي إن أنا بشتغل مع أحمد سباعي مخرج البرنامج. أستاذ أحمد سباعي يمكن من المخرجين المخلصين والأكفاء في مهنته جدا، بشكره جدا جدا جدا. بشكر كل زمايلي اللي يمكن أجهبتهم وتعبتهم جدا على مدار الثلاثين يوم، أستاذ أحمد شوشة، أستاذ منتصر سليمان، حسن الحيني، بشكركم جدا 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 من كل قلبي. وكانت تجربة جميلة وممتعة، ما تفرقش أبدا عن برنامجنا اللي احنا طول الوقت بننافس بيه وبنراهن عليه تفاصيل. انتظروني بعد العيد ونرجع بقى ببرنامجنا وتفاصيل. عيدوا، افرحوا بالعيد،
افتحوا بيوتكم، العبوا مع اولادكم، اضحكوا، استقبلوا الناس بفرحه. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف عليكم. انتظرونا بعد العيد ان شاء الله ونرجع عودا حميدا. كانت معكم نهال طايل في امان الله.